ضبط النشاط وتشتت الانتباه وصعوبات التعلم حالات يصاب بها الأطفال وتؤثر على الحياة الاجتماعية والنفسية للأسرة وللمجتمع. وتم إطلاق الدليل الشامل لصعوبات التعلم واضطرابات قصور الانتباه وفرط الحركة تحت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. اليوم احنا نحتفل كعادتنا في كل سنة بإخواننا وأخواتنا التربويين ومدراء المدارس وكذلك المعلمين اللي هم نعتبرهم ضباط ارتباط بيننا وبين الجمعية. في هذه المناسبة احنا عادة نقدم مشاريع في منتهى الأهمية اللي تتطلب تعاون مباشر ما بيننا وما بين المدارس. في هذه السنة راح نقدم، أنا راح أعطيكم باختصار أهم مشروعين راح نقدمهم السنة. أول واحد الدليل الشامل لصعوبات التعلم واضطراب تشتت الانتباه وفرط نشاط، وهو يحل كثير من المشاكل للمعلم وللطالب داخل الفصل. إحنا معلمينا في منتهى الإنسانية والروعة، إلا أنهم لا يملكون الأدوات لمساعدة هذا الطالب في رحلته، لذلك قررنا إحنا نقدم لهم ما يخدمهم في التعرف على اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط وعلى صعوبات التعلم بأنواعها وطريقة التعامل والتدخل داخل الفصل لخدمة الطالب. هذا الدليل عن صعوبات التعلم اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، لأنه الطلاب هدول بدهم مدرسين مؤهلين ومدارس مؤهلة، وبالواقع عدد هاي المدارس قليلة. ثاني إشي إن وجدت رسومها عالية، أكترية أولياء الأمور ما بيقدروا يتحملوها، فكان لازم نفكر في طريقة إنه أوكي شخصنا شو منقدر نعمل طالما نحن ما منقدر نودي على مدرسة فيها معلمين مختصين. قانون الإعاقة اللي اشتغلت فيه الجمعية مع مركز تقويم تعليم الطفل أضاف فئة صعوبة التعلم إلى قانون الإعاقة، وذكر فيها إشي سمى تسهيلات التدريبية، هدول الطلاب لازم يحصلوا عليها. هناك أكثر من نشاط راح نعلن عنه اليوم، منه جائزة المعلم المتميز، جائزة جولد المعلم المتميز بنسختها الخامسة للعام 2022-2023. في عنا إطلاق الدليل، عملنا دليل للصعوبات التعلمية للمعلمين حتى يقدروا يعرفوا وقت اللي يفوتوا على الصف وفي عندهم هؤلاء الطلاب كيفية التعامل معهم. في عنا إطلاق لمؤتمر السنوي لكالد اللي راح ينعقد ب11 و12 و13 فبراير.